سأكون أول من يدير العجلة. كم أنا محظوظة! أنا فقط أحب النقانق. إنه لأمر رائع أن أحصل عليهم. بتعبير أدق، نقانق ضخمة. والآن سأكتشف ما اللذاذة التي سأحصل عليها. اللعنة، أردت لذاذة وليس شيئا مقرف. ربما لم يفت الأوان لتحريكها. لا، لن أسمح لك. هل تريدينني أن أكل هذا الهراء؟ مقرفون ومخيفون. لا، لن أفعل. أنا بالفعل خايفة جدا منهم. إذا كنت لا تريدي، إذا لديك عجلة العقوبات. لا، أفضل الصراصير. على الرغم من أنهم لا يتناسبون مع البيتزا الشهية على الإطلاق. أوه، هاجموا ذراعي. لا، لا أريد ذلك. جولي، ماذا تنتظري؟ هيا، حان وقت النقانق. أنا موافقة تماماً. الآن سأصنع بيتزا من الهوت دوغ مع هذا السشق اللذيذ. انظري فقط كم هي كبيرة ولذيذة. لم أتذوق أي شيء أفضل. السشق يكمل طعم البيتزا بشكل مثالي. ألذ من الهوت دوغ العادي. جولي، أنت تجبرينني على تناول قضمة لذيذة. بالطبع سأفعلها بكل سرور. ماذا تفعلي؟ من سمح لك بلمس نقانقي والبيتزا؟ هيا، أعطني الهوت دوغ أيضا. كنت أن تأكلينها كلها. هيا، كلي الصراصير الخاصة بك. لا أريد، هناك الكثير منهم. من الواضح أنهم يريدون أكل البيتزا. واو، مجموعة كبيرة فعلا. دعينا نبعدهم جميعا. اسمحوا لي على الأقل أن أخذ لقمة واحدة من البيتزا. واو، لم يتركوا شيء تقريبا. حسنا، هذا أكثر ملائمة. لقد أكلت لتوها صرصور. يا له من كابوس. يبدو أنه استقر في فمي. ابتعد. ميلا لديها مملكة صراصير في فمها. هل يمكنني أن أكون أول من يجير العجلة؟ أتساءل ماذا سيكون لدي في هذه الجولة؟ لا، لا، ليس ديدان. سأكون سعيدة بمضغ العلكة وليس ديدان. هاي، أنا أحب الهوبا بوبا. حان دوري الآن لتدوير العجلة. ليس عادلا. لماذا لديها علكة ولدي أقدام الدجاج؟ هذا مقرف ومخيف وسيء. نعم، أنا لا أحسدك. من الأفضل أن تأكلي بسرعة. فعلا، ماذا أنتظر؟ حان الوقت لنشر العلكة على البيتزا لجعلها جميلة ولذيذة. إنها مشرقة وطويلة، لذلك ستتألق البيتزا بالتأكيد بألوان جديدة معهم. أنا متأكدة أنه سيكون رائع. تادا! حسنا، كيف؟ أعتقد أنه مذهل. نعم، يبدو رائعا، ليس مثل أقدام الدجاج. بالمناسبة، خطرت لي فكرة رائعة. سوف تفرح ميلا بالمسحة التي توصلت إليها. ما هذا الهراء؟ لا، هذا كثير جدا. سيكون من الأفضل لو لم تدفعي هذه الأقدام علي. هيا، دعيهم على البيتزا، ستكون أكثر فائدة. ولماذا يجب أن أعاقب؟ يمكنني الاستمتاع بطعم البيتزا، لكن لابد لي من الاختناق من أقدام الدجاج. حسناً، كيف؟ هل يعجبك؟ هل هي بيتزا لذيذة؟ هل تمزحون معي؟ هيا، كل البيتزا الخاصة بك. سأكل البيتزا خاصتي بكل سرور. كم هذا رائع! لم يكن لدي فكرة أن العلكة والبيتزا يشكلا شيء غير واقعي. إنه لذيذ جدا، لا أريد التوقف. أفضل بيتزا في العالم. الآن حان وقت الفقاعة الضخمة. واو، إنها فعلا كبيرة جدا. كلما كبرت الفقاعة كبر الانفجار. ماذا حدث؟ أين أنا؟ لا أستطيع رؤية أي شيء. هذه فرصتي للتخلص من كل أرجل الدجاج. أكل البيتزا بدونها ألذ بكثير. جولي، هل تعتقدي أنني لم أرى شيء؟ لقد رأيت. ولأنك غشيتي، عليك أن تواجهي عجلة العقاب.
أتمنى أن أحصل على شيء جيد. مطر، هذا لطيف. لكن ماذا لو كان مطر أقدام الدجاج؟ ساعدوني، أنا مغطاة بهذه الأقدام السيئة. جولي، تبدين مضحكة جداً. دعونا نرى ماذا ينتظرني هذه الجولة. نعم، أنا محظوظة. حان الوقت للعيون السكرية. لا يمكن أكلهم فقط، بل يمكن أيضاً اللعب معهم. انظري ميلا، لدي عيون على أصابعي. مضحك. حان الوقت لتجربة العيون. حسناً، كيف؟ هل هم لذيذون؟ جداً. أنا متأكدة من أن البيتزا ستكون رائعة. أريد شيئاً لذيذاً. لا، أخطبوط. إنهم صغيرون جداً، لزجون ومقرفون. لا أستطيع أن أتخيل مدى فظاعة البيتزا. أتخيل أنها ستكون مقرفة، لكن هنا لا يمكنني أن أخطئ. أنا متأكدة أن البيتزا بعيون مربى البرتقال ستكون لذيذة، حتى أنها تبدو ممتعة ولطيفة وحلوة. لنتذوق. كم هو لذيذ، لا أستطيع التوقف. شهي. لن أقول لا لمربى البرتقال أيضا. انظري هذه العين التي ستظهر في فمي. جولي، أنت تتلعبي كالعادة. أنا فقط في مزاج جيد. عزيزتي، لماذا لا تأكلي؟ لقد تمنيت بالفعل ألا تتذكرينني. لا أريد حقا تجربة هذه الأخطبوطات. آمل ألا يلتصق بي من الداخل. ميلا المسكينة، تجعلني أشعر بالسوء. بالطبع، هذه أخطبوطات لديها مصاد ويمكن أن تلتصق باللسان. جولي، هل تعتقدي أن هذا مضحك؟ ليس عليك الضحك، الآن سأريكي. ما كان ذلك؟ كيف تجرؤي؟ الآن أنت تعرفين أن الأخطبوط ليس شيئاً مضحك؟ لقد فعلت ذلك عبثاً. انتظري، الآن سأحشو البيتزا في فمك. بعد ذلك بالتأكيد لا يمكنك الهروب من كل هذه الأخطبوطات. خذي هذا. مقرف، مقزز. جولي، أنت قاسية جداً. لا، هذا عادل. شهية طيبة. دعينا نقرر من سيبدأ. لقد ربحت، سأكون أول من يدير العجلة. نعم، أنا أحب البطاطس المقلية. هل تحب الصراصير أيضا؟ سوف تحصلي عليهم. جولي، ليس عليك الغش. أعيدي العجلة إلى الوضع التي كانت عليه، أو علي أن ألجأ إلى عجلة العقاب. حسنا. ها هي البطاطس، هناك الكثير ورائحتهم لذيذة جدا. أريد أن ألتهمهم في أسرع وقت ممكن. جولي، حان دورك الآن لتدوير العجلة. بالضبط. آمل أن يكون شيئاً لذيذ. لا، أي شيء إلا الثوم. إنه كريه جدا. عجيب، لم يأتي شيء، لذلك لن أضطر إلى أكل أي شيء. انظري بدقة أكثر. في الواقع هناك رائحة تأتي من هنا. اللعنة، علي أكلهم وليس وضعهم على عنقي. أحتاج أولاً إلى تقشير الثوم. حسناً، لدي علبة خاصة لهم. أحتاج أولاً إلى وضع كل الثوم هناك. أغطيها وأشغلها. في غضون ثوانٍ يتحول الثوم إلى ثوم مقشر، ويمكنني الرسم على البيتزا به. قلب رائع. فكرة عظيمة، وبمساعدة البطاطس سوف أرسم هذا الوجه الضاحك. ابتسامة لطيفة. الابتسامة أفضل من القلب. حسناً، لقد قلتيني. لا شيء يمكن أن يكسر قلبي من الثوم. الآن أنت بحاجة إلى أكل هذا القلب. كيف سأكله؟ القلب جميل جداً.
هيا، وقت عجلة العقوبة. اللعنة، لست محظوظة على الإطلاق. ليس علي أن أتناول البيتزا بالثوم فحسب، بل سأقوم أيضا بإعداد كوكتيل منها في الخلاط. لدينا خلاط، إذا أنت محظوظة. أنا أيضا أتساءل، ما الذي سينتج عن هذا؟ أعتقد أنه سيكون شيئا قبيحا جدا. الآن سوف نكتشف. إذا تقيأت فإن ميلا هي المسؤولة. هذا الخليط سيجعلني أشعر بالمرض بالتأكيد. نعم، يبدو قبيحا حقا. أوه، رائحتي كريهة جدا كالقمامة. أمسكوني، أنا أسقط. أوه لا، الثوم قتل ميلا. رهيب. أنا هنا، أنا بخير. واو، حتى البطاطس المقلية انتهى بها الأمر على وجهي. نحن محظوظين، هذه سبائك الذهب. نحن أثرياء الآن. بالتأكيد. سبيكتي تفوح منها رائحة لذيذة، ربما ليس الذهب على الإطلاق. هل هي شوكولاتة؟ شاركيني. لا، سأكلها بنفسي، لديك حصتك. بالضبط، سأكلها بسرعة. لا، هذا ذهب حقيقي، يبدو أنني سأنفقه على إعادة تركيب الأسنان المفقودة. لا تقلقي، أنا أعرف كيف أعالج الأسنان، لذلك سأضعها لك مرة أخرى. افتحي فمك. ربما من الأفضل لا. كيف لا، لقد جهزت الأدوات والمثقب. الآن سأفعل كل شيء، وسبائك الذهب ستكون مفيدة لي. كيف هذا؟ أسنان مصنوعة من الذهب، رائع. جميل جدا. لدي فكرة، دعينا نفتح الأغطية ونغلق أعيننا. ساذجة، صدقت خدعتي. لا، ليس الفلفل، فليكن لديانا، وأنا أحصل على شيء ألم. واحد، اثنان، ثلاثة، لنفتح. واو، لدي فلفل شوكولاتي. اللعنة، لدي واحد حقيقي، لا أريد أن أحترق. لكن لابد لك، لم يحالفك الحظ وأنا كنت محظوظة. نحن بحاجة للتخلص من هذا الفلفل اللذيذ في أسرع وقت ممكن. هذه الشوكولاتة تبدو فاتحة للشهية. لدي شوكولاتة ولديك فلفل، كم أنا محظوظة، محظوظة. هاي، ربما يمكنك إعطائي. لماذا؟ هناك فلفل فاتح للشهية أمامك، جربيه. من المحتمل أنه حاد جدا. هذا ليس حداً على الإطلاق، وبداخله شوكولاتة تنتظرني. غريب، إذا كان لدي فلفل شوكولاتي فماذا بعد؟ لا، ماذا حدث؟ لدي شوكولاتة داخل الفلفل، أخشى أن الفلفل الحقيقي معك. ساعدوني، أنا أحترق، ساعدوني، أنقذوني. أنا كنت محظوظة اليوم. أعتقدت بالفعل أنني سأضطر إلى الاحتراق بالفلفل. هذا ليس عادلاً، ساعدوني من فضلكم وإلا سأحترق. أرجوكم أطفئوني. حسناً حسناً، لدي كوب ماء هنا. ماذا، هل ساعد؟ يبدو لا، إنه لم يساعد. أنا أحترق مرة أخرى. حتى أقوى هذه المرة. سأتي إليك، انتظري قليلا. أثناء انتظاري سأطفئ هذه النار بنفسي باستخدام الرش العادي. أنا أركض إليك بالفعل خصيصا من أجلك، لقد قمت بتعبئة عبوة كاملة من الحليب. لماذا فعلت ذلك؟ لقد تم إطفائي منذ فترة طويلة، الآن أنا مغطاة بالحليب. لعبة البوب إيت، جائزة غريبة. أتساءل من لديه الحقيقي ومن لديه الشوكولاتي. أنا بالتأكيد لدي واحدة حقيقية، يمكنني بالفعل اللعب معها. جميل جدا. إذا لدي شوكولاتي، أنا بحاجة لتناوله في أسرع وقت ممكن. مهلا، كم هذا مؤلم، إنها ليست شوكولاتة على الإطلاق. كان يجب أن تري وجهك الغبي.
كوكو. وأين اللذاذة إذن؟ أين الشوكولاتة؟ غريب، انظري، هناك علامة استفهام على اللعبة. إشارة استفهام، نعم، ها هو الزر. دعينا نحاول نقرأ، ربما سيظهر شيء لذيذ. مذهل، شوكولاتة على شكل كولا، ولدي واحدة حقيقية. هذا أيضا رائع جدا. أوافقك، نحن محظوظتان. سأجربها أولا. شوكولاتة على شكل كولا، أمر نادر الحدوث. طعمها أفضل مما كنت أعتقد. ماذا يوجد بداخل الزجاجة؟ شوكولاتة أيضا. نعم فعلا، لكنها سائلة. سائلة لكنها لذيذة. شرب الشوكولاتة أمر ممل، من الممتع أكثر أن أصنع منه شيئا غير عادي. على سبيل المثال شوكولاتة بلعبة البوب إيت، هذا ما أفهمه، رائع. هذا غير واقعي. نعم أعتقد أنك تغاري مني. كل شيء جاهز. شوكولاتة البوب إيت أمام أعيننا. إنها لذيذة، أتمنى أن أجربها. إنه أمر محزن. هل تعتقدي أنني لا أستطيع صنع لعبة بوب إيت اللذيذة بنفسي؟ نعم هذا سهل. هل تعتقدي أنني لا أستطيع أن أصنع من الكوكاكولا شيء لذيذ؟ لست على حق، سيكون أروع لعبة على الإطلاق. على وعلى ذلك تتجمد الكولا بشكل أسرع من الشوكولاتة. جاهزة، سيكون لدي بوب إيت لذيذ أيضا. لن أصدق ذلك حتى تحصلي عليه وتريه لي. نعم سهل، أحتاج فقط إلى إخراجه من القالب. مهلا، ماذا تفعلي؟ لماذا ضربتيني؟ لست عن قصد، سامحيني أرجوك. من الأفضل أن تشاهدي هذا. رائع، تبدو لذيذة، أعطني أرجوك. تريدين؟ نعم بالتأكيد ستعجبك. بينما أنت تلعقين لعبتي اللزجة سآكل خاصتك من الشوكولاتة. انظري، كنت على حق، إنها فعلا لذيذة، تعجبني. رائع أنك شاركتها معي صديقتي. ساعديني، أتوسل إليك. حسنا، حان وقت المساعدة. لا يوجد المزيد من اللعبة على أي حال. كيف تجرؤي أيتها اللصة؟ كانت مجرد مزحة. كمان إنه آيفون جديد، كيف علموا أنني حلمت به؟ لدي أيضا جهاز آيفون لكنه غريب، لم أكن أعرف أن أجهزة الآيفون بنية اللون. بالضبط، إنه شوكولاتة. نحن محظوظين، سيكون لذيذ جدا بالنسبة لك أيضا. نعم أريد أن أتحقق بسرعة عن مدى روعة هذا الآيفون. شيء ما يخبرني أنه سحري. وكيف، هل هو شهي؟ هذا صحيح، إنه لا يصدق. إنه لأمر مؤسف أنك لم تحصلي على واحد. بالمناسبة كيف يعمل جهاز الآيفون الحقيقي؟ خاصتك هناك. أوه ليس سيئا، مع ذلك يمكنني تناول الطعام اللذيذ. انظري، يمكنني أن أجعل الأشياء جيدة تظهر على الطاولة. واو رائع، لقد نجحت حقا. عمل مرة واحدة، إذا سوف يعمل مرة أخرى. ربما يمكنك أن تعطيني بعضا منه، لن يكلفك شيئا. لا ليس لدي ما يكفي. واحدة على الأقل، أتوسل إليك. أوه صرصور، سأدع ديانا تتعامل معه. ديانا خذي. لا لا أريد الصراصير، أنقذيني منه، ابتعد. أوه ها هو، إنه جدا مقزز. أخيرا طار بعيدا، الآن لن يعود أبدا. لا لا ابتعد، غادر، أتوسل إليك، يبدو أنني سأموت، أمسك بي. حسنا، الشيء الرئيسي هو أن يعرف ما ينتظرني في الخزنة. غريب، إنه فارغ. ما هذا القرف؟ إنه صرصور. إنه يتجه مباشرة إلي، قم بإزالته الآن. هيا انظري، انه ليس مخيفا. اود ان اقول انه لطيف جدا. هل تفهمين ما عليك فعله؟ لا لن افعل. انظري كم هو مخيف، لديه مثل هذا الشارع.
بينما تستعدون سأتعامل مع خزنتي. أنا محظوظة، انظروا يا لها من بسكويت أوريو ضخمة لدي، رائعة. وماذا ينتظرني؟ أوكي. واو، يا لها من عصا سحرية جميلة وغير عادية. يبقى فقط معرفة ما تفعل. كم هذا جميل، بفضلها يمكنني أن أجعلكم جميعا معلقون بالهواء. اسمعوا، هذه رحلة رائعة. لا، ليست رائعة على الإطلاق، لا تفعلي ذلك بعد الآن. أنت العبي بعصاك وأنا سألعب مع البسكويت الضخمة التي يسيل لها اللعاب. ربما يمكنك أن تعطيني قضمة أيضا. لا، سوف أتعامل معها بنفسي. أوه، طعمها جيد. أوه، حسناً، لدي خطة ماكرة وغير سارة للانتقام. ماذا تقولي عندما يستقر هذا الصرصور على البسكويت الخاصة بك؟ لن أفعل أي شيء، الصرصور لطيف جداً. أوه، حسناً، لا مشكلة، ما زلت سأخذ البسكويت الخاصة بك لنفسي. سأدعها تطير مباشرة إلى فمي. مهلاً، ألا تخجلي، لصة. لم يتبقى سوى ترفيه واحد، مشاهدة أما تأكل الصرصور. هذا مضحك بالنسبة لك، لكنني لست جيدة فيه، وعلى ما يبدو علي القيام بذلك بشكل أسرع. كنت أعلم أنك شجاعة. لا، لن أدع هذا الصرصور يطير بعيدا. خذي أما، لا يزال عليك أكله. شكرا لك سامانثا. أوه، يا له من شيء مقرف، كنت أتمنى أن نكون أصدقاء. لدي فكرة، بما أن عصاتي يمكنها أن تجعل أي شيء يطير، سوف أحضر حلويات إلي. انظروا، هناك مجموعة كاملة من الحلويات المختلفة لدي. يوجد الكثير منهم، لذلك سأخذ قطعة شوكولاتة. أعتقد أن هذا يكفي بالنسبة لي. هناك ما يكفي للجميع، حتى لو تناولت مجموعة كاملة من الحلويات. ماذا فعلتِ؟ لقد كسرتِ عصاتي. الآن كل ما علي فعله هو أكل ما تبقى. نعم، هذا يكفي للعام القادم. هذه المرة سأكون أول من يفتح. يبدو أن شيئاً لطيفاً يختبئ هنا. بالضبط، زجاجة كاملة من الكولا المفضلة. أوه، كنت خائفة بشدة. الكولا الخاصة بي الآن ستفور. لا، إنها جيدة، لا تقلقوا، كل شيء على ما يرام. لقد كنت محظوظة. تماما، الآن يمكنني فتح خزنتي. أوه لا، هناك شيء مقرف. أنا فقط أكره الليمون، ولدي ليمون بالصدفة. يعني من محظوظة. محظوظة جدا، أتساءل ماذا لدي؟ أأمل شيئا سحريا. واو، إنها سحابة حلوى. لقد رأيت ذلك فقط في الرسوم المتحركة من قبل. حسناً، أبعدي يديك، لن أسمح لك حتى بسرقة الحلوى مني، هم لي فقط، لا أحتاجهم. لدي الكولا. واو، رائع، كم هو لذيذ وغازي. أوه، شيء سيء بالنسبة لي. يا بنات، تنحوا جانباً. هذا مقرف، كما أنت فوضوية لم تتعلم الأخلاق. لكن هذا ليس كل شيء، إليكم التكملة. كدنا أن نطير بعيدا بسبب رياحك، لهم الرعب. تحدثي أقل وأعملي أكثر، هيا كلي. لكنني أكره الليمون. على الرغم، لدي فكرة، لماذا يجب أن أختلط مع هذا الوحل الحامض إذا كان بإمكاني صنع عصير لذيذ من الليمون؟ ساذجة، هل تظن أن العصير سيكون ألذ من الليمون؟ الآن أنت على يقين من ذلك، أنت فقط تستمتعي بنا. أوبس، يبدو أنك كنت على حق، من المستحيل الاحتفاظ بهذه الحموضة في الفم. ماذا تفعلي؟ كل القرف علينا الآن. نعم، حسناً، هذا مقرف حتى في العيون. أتساءل أين حلوياتي؟ السحابة، لماذا لا تعطينا الحلوى؟ أوه، هناك الكثير منها. نعم، هذا يكفي للجميع. لا حقا، هذه سحابتي، لن أشاركها معك. أعتقد أنه يمكنني استلامها. لا يمكنك فعل أي شيء، إنها لي، ستبقى لي.
نظرا لأنني جربت كل سكيتلز، يجب أن نوافق أنها حلوى رائعة بكل بساطة. ما الذي ينتظرني هذه المرة؟ يبدو أنه شيء رائع. بالضبط، انظروا، لدي كعكة مشرقة وملونة ولذيذة. لا يمكن أن تؤكل فحسب، بل يمكن أن نلعب بها. لا يزال يتعين علي كيفية الإمساك بها. أتساءل أين تذهب هذه الخزائن؟ لكنني لا أهتم، كل ما أفكر به هو الكعكة اللذيذة. لذيذ جدا. نعم، دعني أقطم. لا، مهلا، لقد عضضت إصبعي بسببك، هذا يؤلم كثيرا. لا مشكلة، لدي دائما هذه اللصاقة لمثل هذه الحالات. رائعة، شكرا لك. أتساءل ماذا ينتظرني؟ اللعنة، شيء مقرف. لم يحلف لي الحظ مرة أخرى. أكره بيض الدجاج، خاصة عندما يكون نيئا. ماذا أفعل به؟ دعيني أساعدك. آسفة، انظري إلى البيض اللذيذ. هيا، حان الوقت لأكلهم. كمان تعبت منك. أوكي، انظروا، يا له من طفل صغير. الآن هذا هو حيواني الأليف. أنا أيضا أريد مثل هذا الحيوان الأليف. اللعنة، إنها فقط بيضة. لأن الفتيات اللطيفات فقط يحصلن على الصيصان. أتساءل ماذا ينتظرني في خزنتي؟ يبدو أنه نوع من القنابل. ماذا؟ قنبلة؟ يجب أن نختبئ على وجه السرعة. ربما يمكنني إيقافها، لدي قواطع الأسلاك. أوه، لقد جعلت الأمور أسوأ. انظروا إلى عدد الحلويات هنا، يبدو أنها قنبلة حلوة. ولدي صوص الآن في بيضة الشوكولاتة.